إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم ميتون وبين يدي ربكم موقوفون، وعن جميع أعمالكم سوف تسألون، فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ قال الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال رب العالمين: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال رب العالمين: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية في هذا المقام يا عباد الله. والمتأمل في حال كثير من الناس اليوم وما هم عليه من الذنوب والمعاصي، من المتأمل في حال كثير من الناس وتمادمهم وتنافسهم على كثير من الذنوب والمعاصي، يرى وكأن لسان حالهم يقول بأنهم غير مبعوثين، وأنهم غير محاسبين، وأنهم غير مسؤولين، وأنهم غير مسؤولين يا عباد الله. وكأن لسان حالهم يقول ذلك، وهذا لقلة خوفهم وتعظيمهم لرب العالمين. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فسبحانه وتعالى
كل شيء أو قل هو وضع الشيء في غير موضعه فهو ضد العدل. وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلما، وهو أنواع كثيرة وصور شتى، وهذه الأنواع يمكن أن نرجعها إلى ثلاثة أنواع رئيسية. أما النوع الأول فهو ظلم الإنسان نفسه بالشرك بالله، ظلم الإنسان نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير رب الأرض والسماوات، وهذا أقبح أنواع الظلم وأشنعها وأنكرها. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، ولعظمته حرم الله جل وعلا على صاحبه الجنة. بأن الظلم إذا كان بينك وبين المخلوقات لا يكفي فيه
بالحسنات والسيئات. نعم، بالحسنات والسيئات. لا يكفيك أنك تقول تبت إلى الله، لا يكفي، بل لا بد من التحلل من المضروب. إياك والتكبر، إياك وعزة النفس، إياك وأن تنظر إلى المضروب بأنه حقير أو أنه إنسان لا قيمة له. هذا سيغالبك بمظلمته يوم القيامة، مهما كانت المظلمة، سواء كانت قولا أو كانت فعلا أو كانت مالا، ستؤدي المظلمة إليه يوم القيامة. عباد الله، والمتأمل في حال كثير من الناس اليوم، Yeah.
والذين يأكلون أموال الناس عن طريق الرشوة والربا، يأكلون أموال الناس عن طريق الرشوة والربا، يأكلونها عن طريق الكذب وشهادة الزور، يتحايل لأخذ أموال الناس بالكذب ويظن أنها مال حلال وهي عين الحرام. ومن أنواع الظلم يا عباد الله الذين يعتدون على مال الورثة، مال الورثة إذا مات الميت يستولي عليه أحد الورثة باعتبار أنه كان يعمل في ذلك المال وكأنه وليد وليه، فيمنع إخوانه أو يمنع أخواته من الميراث، والبعض يورثون الذكور ولا يورثون الإناث، وهذا أعظم أنواع الظلم في هذا الباب. Don't
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وبه استعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وردوا الضرائب إلى أهلها ما دمتم في زمن الإمهاد، قبل أن يكون الرد من الحسنات والسيئات. واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإياكم والأمن من مكر الله، ولا تنخدع أيها الظالم بإملاء الله لك وإمهاله، ولكن بإمداده لك في الصحة والعافية وفي الجاه والمنصب والمال وغيرها من متاع الدنيا. لا تغتر بذلك، فقد يكون ذلك استدراجا من الله جل وعلا لتموت على ذلك المنكر. احذر يا عبد الله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الله جل وعلا أخبر بأنه لا يحب الظالمين. قال والله لا يحب الظالمين، بل لعن الظالمين، فقال ألا لعنة الله على الظالمين، وأخبر بأنه أعد لهم عذابا أليما، فقال والظالمين أعد لهم عذابا أليما، بل
من أخيه ويأتي